الله. المهم، السلام عليكم خوتي خواتاتي، بنات الجارات، الجارات براسهم، بنات الانستغرام، بنات الفيسبوك، بنات الواتساب، مرحبا بكم في فيديو جديد. ناري حسيت براسي وليت بحال الامين المنحرف. المهم اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي غادي نديروا عليه شويه ديال الرياكسيون. هاد الفيديو هذا كيهضر على الموقع الازرق في المغرب. غادي تسولوني منين جبت هذا الفيديو، ما عليا ما بيا، بكل نيه صافيه دزت اليوتيوب وبغيت نقلب على ايجابيه الموقع الازرق باش حتى الا حصلني الوالد لقى شنو نقول ليه. المهم اول ما كتشوف في الفيديو هو انك كتقرا في العنوان الموقع الازرق في المغرب، مجرد انك تغاد تشوف هذا العنوان غادي يمشي بالك لحاجه اخرى. عارف بزاف ديال الدراري غايشوفوا العنوان ديال الفيديو ماشي غادي يحسدوا الفيديو، وانما غادي يمشيو يشدوا شي بلاصه تيكوان اللي ما يكون فيه حتى واحد وينقصوا الصوت ويهبطوا لومينوزيتي. ولكن الدراري ما تخافوش، الفيديوهات ديالي من الان فصاعدا غادي يكونوا فاميلي فريندلي، بمعنى محتوى تفرج فيه حتى مع باك، حتى مع خوك، مع اختك، مع امك. anyway واش مرحبا بكم في اول فيديو تحت عنوان فيسبوك. علاش اختاريت الفيسبوك؟ حيت حنا المغاربه اكثر شعب مستهلك هذا الموقع الازرق، هو راه ماشي شي زروقيه، راه فيه شويه البيوضه. كان عجبني التفكير. ناري قولباتنا الدراري عرفاتنا ديرتي مايندد، اجيا باش عرفاتنا ديرتي مايندد. اذا هي حتى هي فكرات باللي راه فكرنا في حاجه اخرى، اذا حتى هي ديرتي مايندد لحقاش هي فكرات باللي راه فكرنا باللي راه ماشي الموقع الازرق. ولكن اكثر حاجه لاحظت فيها هي الطريقه كيفاش شافت، نظره الى اليمين، نظره الى اليسار، بوم زروقيه راه فيه شويه البيوضه. كان عجبني تفكيركم. ما علينا نكملوا الفيديو. حنايا كتلقى عندنا على الاقل جوج ديال لي كونت، الكونت الاول اوفيسيال والكونت الثاني كنراقبوا به شي حد الا بلوكانا مغاربه. ناري اختنا فاني بزاف. في المغرب الجروبات ديال البنات ملي كتلوحي شي حاجه للاستفاده كدوز ساعه يلاه كتلقاي ثلاثه ديال لي لايك وكومونتير في ابل تشجيع. ملي كتلوحي شي حاجه في دوسي بركابي كتلقاي كلشي حاضر وكتلقاي لي كومونتير بزاف واكثريه فيهم اب 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 اب, أب باش يطلعوا المنشور ويوصل لاكبر عدد ممكن. بلاتي دوسي بركابي ما عرفتش بالضبط شنو باغا تعني به، ولكن كنظن انه علاقه بالسياسه والسياسه ما كنهضروش عليها. المهم كملوا الفيديو. عرفت انا اختي البارح ابي داك الشيء شحال داربي لقت فاتحه ما تعيرش، لقت ما تعيرش عزيز عليا بدا يتعاونوني عافاكم. خلاص ناري خدنا كتعرف تمثل تولي بحال دوك الناس ديال انجلينا جولي، جوليا روبرتس، سكارلا جونسون، غتمشي بعيد في التمثيل. المشكله هذه اللي كتلقاها كتقلب على وصفه التبييض هي نفسها اللي كتكتب في الميغ ديالها استمراء عندما تكحل تجاور القمر. من هذا المنبر كنبغي نقول لك بيان جوال عن طيب. ناري على هاد الغمزه، عرفتي فاش فكروتني هاد الغمزه؟ شات انا دقيق الملاحظه. حنايا عرفنا الجروبات ديال البنات فاش كيدوي، ولكن اللي طرني في راسي انايا الجروبات ديال الدراري فاش كيدوي. الله اكبر، شوف الجروبات ديال الدراري فاش كيدويو، يضرك خاطرك الساطة. العالم بوحد هما دوك النوشاش اللي يلاه كتشري شي لبسه خاصها تصور في الصالون ديال دارهم تصويرها من الخلف ثلاثية الابعاد. ملي كتفقد الامل في وجهها كتلقى شعرها صفر، حجبانها كحلين، وجهها ابيض، عنقها كحل، لوحه تشكيليه كتلقاها كتصور. ديك الساعه كتمشي كتبوستيها كتكتب عليها الحط حربيه العيشة شعبية والقوة في العقلية. ناري يا الدراري والله شا قلت لكم بلي راه خدنا راه بزاف، في الاول قول باتنا، من بعد دازت لينا السياسة، ودابا دازت البيت بوكس عاوتاني. ناري يا الدراري انت راه خدنا باناش افيك سيمون اكستازي و 49 اخرين اوديها في امك. تما كيبداو واحد لي كومونتير في شكل، ولكن كيجي صاحب السمو ديالها الاخر كومونتير وكيدير لها واحد الاوتوكولون مقلق. هي ديك الساعة خاصها تفهم راسها كتمشي كدير واحد التصويره كحله مكتوب فيها ما نحطش الصاوري خاطر راجلي، خاطر راجلي ما يحبش. عرفتوا الدراري هذا الفيديو كيبان لي بحال دات مومنت فاش كتصور شي فيديو وكتنسى تمونطيه. كتمشي كتحيد كاع تصورها من الفيسبوك وكتولي كتبارطاجي غير دوك التصاور من تقي في نفسك، دوك التصاور اللي فيهم عاود بيض ومكتوب فيها اللهم احفظ زوجي قرة عيني. كتلقاها كتكومونتي ليها غير ديك التائبه لله، ام ريان، التائهة في زمن النفاق، الدمار الشامل. ما عرفتش واش غير انا ولا حتى نتوما لاحظتوا بلي كتهضر هي بشويه، ما عرفناش علاش، واش دارهم ناسين وهي جالسه كدير كتصور في فاين ولا ما عرفتش الدراري. حرت حرت والله حتى حرت. المهم هادشي كامل
تنساو عليا، ماشي هذا هو موضوع. ويلي كيفاش دابا هادشي كامل 3 دقائق وياك تهضر؟ لا ماشي 3 دقائق، 4 دقائق وياك تهضر في الفيديو. الاخا قالت لنا هادشي كامل ماشي هو موضوع الفيديو. او ماي جاد، وشنو موضوع الفيديو؟ لا لا انا اليوم جيت نقول لكم نتوما تابوناو معايا. دابا بلاتي 4 دقائق وياك تهضر لنا على الموقع الازرق. الاخا قالت لنا هذا ماشي موضوع الفيديو، موضوع الفيديو هو انكم تابوناو في لاشين. يا لا الهول، مالينا الدراري. بغيت نقول لكم بلي راه الكونتوني ديال الشين غادي تبدل راسا عن عقب. غادي يبقى الجيمينغ، وانما غيوليو حوايج اخرين. ما تنساوش الدراري الا كنتو جداد في لاشين ديروا لايك الفيديو وتابوناو في لاشين. اند بي